تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، تم فض التشابكات المالية الرباعية بين الجهات الحكومية. وقال وزير المالية محمد معيط إنه اعتبارا من بداية العام المالي الحالي تم إجراء قيد التزام على الاعتمادات المالية المقررة لبنود الإنارة والكهرباء والمياه والصرف الصحي المدرجة بموازنات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية، لتتولى وزارة المالية سداد مستحقات شركات الكهرباء والمياه والبترول. أعلنت الحكومة الإفراج عن مشمول 6319 شهادة جمركية واردة بجمارك الدخيلة ودمياط لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية. وقال وزير المالية محمد معيط إن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الدخيلة ودمياط خلال شهر إبريل الماضي بلغت نحو 1,891,236,000 جنيه. أعلن وزير النقل كامل الوزير دخول برج إشارات شبرا والمنطقة الأوتوماتيكية بين شبرا وقليوب في الخدمة، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول 208 كيلومترات. وأوضح وزير النقل أن المشروع يتكون من 19 برجا رئيسيا و15 برجا ثانويا و80 مزلقا، وتم حتى الآن دخول عدد 13 برجا رئيسيا الخدمة و12 برجا ثانويا و67 مزلقا، لافتا إلى أن برج إشارات شبرا يتحكم في عدد 61 سيمافورا ضوئيا وعدد 35 موتور تحويلة. تنفيذا للتوجيهات الرئاسية الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع محور الفردوس، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة سعيد أنه تم اعتماد مبلغ 150 مليون جنيه كاعتماد إضافي لدعم مشروع محور الفردوس المنفذ من خلال وزارة الإسكان لسرعة الانتهاء من المشروع في التوقيت المحدد، لافتة إلى أن التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من المشروع تصل إلى نحو 1,191,000,000 جنيه. أكدت الحكومة أنه جاري تنفيذ خطة عمل بمشاركة الشركة القابضة للبتروكيماويات والشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته. وقال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أنه سيتم إنشاء وحدة جديدة بتكلفة استثمارية تتراوح من 700 إلى 800 مليون جنيه لتصنيع وإنتاج 60 ألف طن سنويا من مادة البولي إيثيلين الملون عالي ومتوسط الكثافة. وإلى أسواق المعادن النفيسة، حيث تراجعت أسعار الذهب عالميا ليسجل السعر الفوري للذهب 1,813 دولارا للأوقية، ومحليا انخفضت أسعار الذهب 3 جنيهات حيث سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 674 جنيها، وجرام الذهب عيار 21 787 جنيها، وعيار 24 899 جنيها، ووصل سعر الذهب الجنيه الذهب ل 6,296 جنيها. أكدت وزارة التخطيط العراقية أن مشروع الرقم الوظيفي الجاري العمل فيه حاليا سيرتبط بصرف الرواتب في فترة لاحقة. وقال متحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي أن العمل بالمشروع سينتهي قبل نهاية العام الحالي، مؤكدا أن هناك فرق عمل جوالة مشكلة من قبل الوزارة تقوم بزيارات الوزارات والمحافظات وجميع المؤسسات بهدف إنجاز هذا المشروع.